اهلا اخوان، تبارك الله عليكم. نكملوا على هذا الطوموتيز كومينيدو مع لا سونترال كواد ريفيرونس سي اي 130 في دوزيم، ماشي ماشي لا سونترال اللي كنت درت عليها ديك الفيديوهات الاولانيين. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ثلاثه ديال لي بروغرام ولا ثلاثه ديال زوبسيون اللي هما مهمين. غادي نشوفوا لو غوتار ديال لي باطون ما بين الموتور ام 1 و ام 2 وسيرتو في لا فيرميتور، وغادي نشوفو كود بيلي و كو اون فيرميتور. المهم غادي نبداو بديك الروتار ما بين لي باطون. كيوقع واحد الاشكال بعض الخطرات، نورمالمون كتجي بار ديفو كتجي الروتار ما بين ام 1 و ام 2 اللي هو 4 سكوند سواء في لوفيرتور اولا في الفيرميتور، ولكن في بعض الاحيان ديك 4 سكوند في الفيرميتور ما كتكونش كافيه، وبالخصوص عند ملي كيكون واحد الفونطاي كيتحل اكثر من اخر، مثلا في الداخله في لا اونطري كتكون شويه انكليني مع الباب، وبالتالي واحد الباب كتحل قل من 90 دوغري والباب الثانيه كتحل اكثر من 90 دوغري، وديك الساعه في لا فيرميتور هذيك اللي كتكون محلوله اكثر من 90 دوغري ما كتكفاهاش هذيك 4 سكوند، يعني خصنا نزيدو فيها في لا فيرميتور. لو ديلي ماكسيموم اللي في لا سونترال هو 15 سكوند، ديك الساعه نشوفو الى واحد الحل الا ما كفاتكش هذيك 15 سكوند غنشوفو واحد الحل اخر. المهم ملي كنغيروا لو ديلي ما بين ام 2 ام 1 في الفيرميتور، هذاك لو طون ديال ديلي في لوفيرتور كيبقى دائما كيبقى 4 سكوند. اذا الطريقه هي هذه. اذا كيف ما كتشوفوا لو طون ديال ديلي ما بين موتور 1 وموتور 2 كيجي بار ديفو كيجي 4 سكوند، سواء في الفتح اولا في السدان كيكون 4 سكوند. اذا باش نغيروا هذا لو طون ديال الديلي ما بين ام 2 والام 1 في الفيرميتور، اذا كنمشيو للمنيو، ما كنمشيوش للمنيو برينسيبال، كنمشيو للمنيو نيميرو 1 اللي هو هذا، كنمشيو على هذه ما كنمشيوش على هذه. اذا هي كما كتشوفون ها هي غوتار باطون، غوتار دي باطون ال 4. إذا غنمشيو ال 4 في المنيو نيميرو 1، باش نسيليكسيونيو المنيو نيميرو 1 غنسيليكسيونيو هاد ال او في، ونكليكيو هنايا على سيت ندخلو المنيو 1. إذا كيف ما كتلاحظو هنايا هذا هو المنيو اللي مافيشي دابا هو هذا. إذا كنمشيو لغوتار دي باطون في ال 4 ال 4، نمشيو ال 4 ال 4 هذا، وكنكليكيو هنايا على السيت وكنحسبو، نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صافي، ونخرجو نتسناو نخرجو ولا نخرجو من هنايا ديريكت. سيليكسيونيو هاد ال او في، نبركو واحد جوج ضغطات صافي ونخرجو. دابا الى جينا نشوفو لو طون ديال الروتار ما بين ام 2 ام 1 في الفيرميتور، نفتحو هذيك 4 سكوند كتبقى دائما 4 سكوند في لوفيرتور في الفتح. اذا وقفنا هنايا مثلا اولا خلي واحد يكمل الفتحه، او مثلا كمل الفتحه، دابا الى سدينا غادي يعطينا هذيك 10 سكوند ديال الروتار. الماكسيموم ديال هذا الوقت هذا هو 15 سكوند، 15 سكوند هو لو طون ماكسيمال ديال الديفازاج ما بين ام 2 وام 1. من بعد كيجي موراه هذا لو بروغرام هذا اللي هو ال 5 كو دو بيلي. شنو هو هذا لو كو دو بيلي؟ وهو مثلا ملي كتكون عندنا مثلا ركبنا لاكاش الكتريك مع الموتور اللي كيتحل الاولاني هذا مع الدفا اللي راكبه في هذا الموتور هذا، مثلا كنركبوا لاكاش الكتريك وفي الديماراج ملي كنجيو نخدموا الباب، ربما في بعض الاحيان تقدر الموتور يعني يزير لك ديك لاكاش الكتريك وبالتالي ما الباب ما غتحلش. هاد لو كود بيلي هنا كتحتاج هاد لو كود بيلي الى اكتيفيتي هاد لوبسيون هادي، عوض ما في لا كوموند باش ستار يتحلوا الموتورات ديريكتومون
كيعمل شنو كيعمل؟ كيعمل واحد لوكو يدفع الباب ديال التشاد باش كيرخف على لاكاش الكتريك تحل بسهوله. كيعمل ديك لو كود بيلي كيسد بحال كيزيد يسد واحد الثانيه ولا تقريبا واحد جوج ثانيه ونص ولا جوج ثواني عاد كيفتح الباب بحال هاد الشكل هذا. اكتيفيوه عاو كذلك نمشيو للمنيو نيميرو 1 ونمشيو ل L5 L5 هادي ونأكسيفيوها. هاهي مأكسيفيا نخرجو هاهي بقات شاعله. إذا بعدا إذا جينا إلا عطيناه لا كوموند ديال ستار باش تفتح الباب الموتورات غادي يزيرو الباب عاد يفتح الباب بحال الشكل هذا. لاحظوا إذا جوج ثواني شدت الباب عاد عمل لوفيرتور. أيضا كيجي مورا هاد لوكو ديال الفيرميتور كو اون فيرميتور. هذا عنده علاقة مع هاد لوكو دو بيلي إلا خدمنا لا سيغيغ إلكتريك. هاد لوكو دو فيرميتور اللي كتجي تسد الباب وكتكون عامله الرالونتيسمون يعني كتمشي بواحد لابويسونس اللي هي ناقصه شويه. فملي قبل ما تكمل لافاز ديال الفيرميتور ديالها ملي كتسد الباب وقبل ما يتقاد هذيك الوقت كتعمل واحد لوكو ديال اون بلان بويسونس اللي عطيتيها في هذا الريغلاج ديال لافورس. غير لك الباب باش لا سيغور كتسد بكل سهوله. أو كذلك ال1 ال2 ال3 ال4 ال5 ال6 ال6 ونأكسيفيوه ونخرجو. مثلا هاد الباب عندنا محلول إلا جينا نسدو الباب هاديك لو طون ديال 10 سكوند اللي عملنا له في فيرميتور باقا كاينه اكتيف. لاحظوا شنو غيعمل هذا؟ غيعمل رالونتيسمون وقبل ما يكمل لافاز ديال الفيرميتور غيعمل واحد الكو ديال 1 سكوند اون بلان بويسونس. صافي بعض الاحيان هاد 15 سكوند بالنسبه لهاد لا سونترال هادي ما كتكونش كافيه. ملي كتشد ديك الباب كتسد الباب الاولانيه ملي كتجي الثانيه كتلحق عليها ديك الساعه كيتقلبوا. وفي لي مارك اخرين واخا يكون عندهم لو طون ديلي زايد هنا يكون عندنا واحد ديرونجمون خصك تبقى تسنى الباب الاولانيه في الحلان كتحل كامله عاد كتحل الباب الثاني كيكون شويه ديرونجمون. الحل ديالهم جوج بهم ساهل وتقدر حتى ديك لو ديلي تلغيه. وهو هنا غنحتاجو الحداد في البيبان اللي كتحل الاولانيه وكتحل الثانيه غيقلبهم. اللي كتحل الاولانيه غيردا كتحل الثانيه يزول ديك الكفر جوان اللي كتسد عليها الباب يزولو من الباب الاولانيه ويعملو في الباب الثانيه ويقلب لهم الخدمه ديالهم. يعني اللي كانت كتحل الاولانيه غتولي كتحل هي الثانيه وبالعكس. وديك الساعه كيبداو يتحلوا مع بعضيتهم ويتسدوا مع بعضيتهم واخا تعمل لهم الديلي ديال زيرو سكوند. يعني واخا ما تعمل لهمش الديلي كيتحلوا معوطين وكيتسدوا معوطين. هادشي ما كاين اخويا في هذا الفيديو اليوم. شكرا على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله.